بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع المتتبعين والمتتبعات. إذا هذا واحد الفيديو قصير على يعني أي واحد راه ممكن يعرف الأسرة ديالو واش غتستافد ولا ما غاديش تستافد، ثم شحال يعني المبلغ المالي اللي غتستافد فيه شهريا ولا. لأن كما قلت سابقا في الفيديو السابق أن الناس اللي صايبوا هذا الموقع يعني راه صايبوه بواحد العناية، وجاوبوا فيه على جميع الأسئلة اللي ممكن تطرح في هذا الجانب هذا. إذا بعد ما كتدخل الموقع على المنصة ديال sd.ma كتلقى فيها هاد الخانات هادو، كتدخل مباشرة لهاد الخانة جدول المحاكاة. ها هو جدول المحاكاة، كدير جدول المحاكاة. ملي كتدخل هنا كيتفتح لك واحد لاباج أخرى، هي هادي فيه المحاكاة، كدير المحاكاة ديال الأسرة ديالك، كتجاوب غير على أسئلة، كدير المحاكاة ديال الأسرة ديالك، كيخرج لك الأسرة ديالك شحال تقريبا غتشد في الشهر، ولكن على بشرط أن تكون الأسرة يعني تحت هذيك العتبة، يعني داك المؤشر اللي هضرنا عليه اللي تقريبا 9.74 خصو يكون تحت منه. الا كنتي تحت من هذاك المؤشر تقريبا راه غادي تستافد، وغتعرف بالضبط شحال غتستافد. اذا ملي ندخلوا من هنا كتجاوب على هذه الاسئله، مثلا كيقول لك هل انتم واش اسره لديها اولاد كانوا ذكورا ولا اناثا عمرهم اقل من 21 عام، ولا ام ارمله لديها اولاد، ولا اسره بدون اولاد. نمشيو حنا للاسر الغالبه اللي هي اسره لديها اولاد سواء كان ذكور او اناث. كنديروا مثلا هنا، كنديروا هنا، كدير التالي، كتورك هنا، كيجيو يطرحوا عليك هذه الاسئله. هذه الاسره شحال مولد فيها تقريبا؟ تدير مثلا عندي اربعه الاولاد مثلا، تتورك هنا جوج ثلاثه اربعه، وكل واحد فيهم كدير تقريبا العمر ديالو، كل واحد تقريبا العمر ديالو. نديروا مثلا، كنجيو هنا الاول، نديروا مثلا عنده 16 عام، وهل يوجد في وضعية إعاقة؟ نديرو حنا لا مثلا. هل يتابع دراسته؟ نديرو نعم، كتورك هنا على نعم. إلى خليتها يعني راه يعني لا يتابع دراسته. نمشيو للولد الثاني مثلا، نديرو 14 عام ولا 15 ولا. هل يتابع دراسته؟ نعم. نمشيو مثلا للولد الثالث مثلا، نديرو عنده 10 سنوات مثلا. هل يتابع دراسته؟ نعم. كنخليو هاد الاولى هادي هل يوجد في وضعيه اعاقه ولا لا، كنخليوها. حنا كنديرو كاع كل شيء سليم ولله الحمد. ونمشيو للولد الاخير مثلا، نديرو عنده 5 سنين، هل يتابع دراسته؟ نعم. ملي تجاوب على هاد الاسئله هادو كتمشيو كدير التالي، كدير هنا التالي، كيعطيك تقريبا شحال تقريبا ممكن هذيك الاسره. هو الترتيب هو 1 2 3 4، يعني العمر ديال التلامذ، الدراسه نعم، الاعاقه درنا لهم لا لا لا، ابتداء من دجنبير ها شحال الصم اللي ممكن تاخذ ديك الاسره 636 درهم، ابتداء من دجنبير 2025 ها هو تقريبا ها هو شحال الصم اللي غتاخذ الاسره، من دجنبير 2026 ها هو الصم اللي ممكن تاخذ الاسره. اذا راه واضح الامر، يعني هذاك الجدول راه مفصل، ما عليك الا تقول تدير تجاوب على ذوك الاسئله باش نعرفوا مثلا الاسره ديالك. نمشيو نديرو شي مثال اخر ثاني، مثلا غنجي ندير انا الاسره، أسرة ديال واحد الأرملة، أم أرملة، وندير هنا كدير التالي، كدير مثلا واش عندها أولاد، كدير مثلا نعم عندها واحد الدري، تيقول لك شحال عمره مثلا، نديرو عمره مثلا 15 عام مثلا. هل يوجد في وضعية إعاقة؟ نخليوها لا. هل يتابع دراسته؟ نديرو نعم، كندير التالي، كيخرج لك شحال تقريبا. إذا في 2023 من دجنبير هذا الشهر هذا عندها 500 درهم، الشهر الآخر 500 درهم، الشهر الآخر 500 درهم، وهكذا وهكذا. يعني راه ممكن تحسب هذاك. نمشيو مثلا ندير شي اسره اخرى ما عندهاش اولاد، ندير هكذا، ندير هذا، ثم نمشيو مثلا اسره ليس بدون اولاد، غادي نديرو بحال هكا مباشره، كدير التالي، كيخرج لك اي اسره بدون اولاد سواء كانت ارمله ولا ما كانتش ولا، المهم اسره بدون اولاد عندها المبلغ الشهري ديال الاعانه هو 500 درهم. وهكذا يعني راه اي واحد غتاخذ غير الاسره ديالك، وغدير تجاوب على هذه الاسئله، وغادي تعرف شحال تقريبا غيجيك في الشهر ديال الفلوس. تحيه للجميع، نتمنى باش تنتشروا هذا الفيديو باش كل واحد راه ممكن يعرف، غير دخل غير لهذا الموقع راه ممكن يعرف. وطبعا اللي ما عرفش راه ممكن غير في التعليقات وقول لنا مثلا راه الاسره ديالي فيها ونجاوبوا نحسبوا لي حنا شحال ممكن يغش في الشهر. تحيه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.